We're on Bravo, stand by. We have a personal radar drone ready for escort. Bravo secure. فيديو جديد من سلسلة أفضل أسلحة Call of Duty Modern Warfare وأفضل التعديلات عليها. قبل أن نبدأ نتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومساعدتنا في نشر المقطع. رام 7 من البنادق الهجومية الأوتوماتيكية، والذي يمتاز بتصميم يتيح لك إنهاء العديد من المواجهات. يمتاز رام 7 بقدرة عالية على الحركة بالإضافة إلى تحكم استثنائي، ويعد سلاحا مثاليا للاعبين سريعين الحركة. الهدف من تعديل السلاح وتركيب الملاحق عليه هو الوصول لسلاح أكثر دقة وأسهل بالتحكم وأسرع بالتصويب والتنقل. ويعتمد تعديل السلاح بشكل كبير على الخريطة وطبيعة اللاعب. سيتم إضافة فوهة مونوليثك التي تقوم بتحسين الدقة ومدى السلاح، وفي المقابل تقلل بشكل بسيط جدا حرية الحركة بالسلاح. فيما يخص أنبوبة السلاح، سيتم اختيار XRX Range، والتي تؤثر بشكل كبير على مدى السلاح بالإضافة إلى تأثيره على الدقة والتحكم. في المقابل تقلل حرية الحركة بالسلاح والتصويب وبشكل ملحوظ. الليزر وكالعادة سيتم إضافة 1MW ليزر كونه غير مرئي مقارنة بالخيارات الأخرى. لتعويض التأثير السلبي الكبير على حرية الحركة والتصويب بسبب خيار XRX Range، سيتم إضافة مقبض ستيبلد جريب تاب، وأخيرا إضافة ذخيرة 50 طلقة التي تكفي في المواجهات مع عدد من اللاعبين. في حال الرغبة في اللعب مع استخدام سكوب أو أوبتيك، فننصح بخيار G.I Mini Reflex أو Operator Reflex Sight كبديل للليزر، مع اختيار مقبض أمامي من نوع Commando for Grip أو Mers for Grip كبديل للمقبض مع تعديل الفوهة. Now then. I have to reload. You can't! One down. I'm almost out.
got him. Take a breath. Allied cruise missile away. Reloading. Move your asses. Copy. Jaguar 3-4 is out for personal radar coverage. في النهاية إذا أعجبكم الفيديو يرجى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة.